معلش طيب كمان ايوه طيب احنا هنضطر الان نعمل بقى بتسمع المحاضرة اسمع المحاضرة ولا اسمعك طيب خلاص معلش اضطريت اضطريت اني اعمل لكم ميوت كلكم بحيث بإمكانكم تستخدموا التشات بوكس عشان نحكي وتفهم علي ونتواصل مع بعض لغاية ما اسمح لكم انه تتكلموا بإذن الله. طيب الآن يا جماعة احنا عشان بس الوقت برضو خلينا بس نرجع المحاضرة الأولى. المحاضرة طبعا إن شاء الله هي بدأنا التسجيل، فيا ريت يعني المحاضرة هذه حتنزل على المودل، حنزل لكم رابط هي على اليوتيوب وحتنزل على المودل عشان يكون الأمر رسمي بإذن الله. في عندي فقط 12، أقول في حدا حيفوت رهام. طيب خليني أنا ممكن أخذ استفساراتكم في الأول بعدين ممكن نبدأ، حسمح لكم تحكوا بس يا ريت يا جماعة نكون بنعرف إنه لما نحكي بنفتح المايك ولما ما نحكي ما نفتح المايك، مالوش لزوم. اللي بدها تحكي تتفضل يا رهام، تفضل يا رهام. معلش يا رهام رفضتك قبل كده لأنه لازم يكون عندي محاضرتين، هيك الجامعة بدها فلازم أنا ألتزم بالقوانين. مش مشكلة دكتور، بدي أسأل إذا هذه المحاضرة نفسها هي محاضرة الساعة 5؟ صحيح نفس المحاضرة. شو راح تعطيني في المحاضرة؟ مراجعة، وإذا في عندكم أي استفسار ممكن أخذ منكم استفساراتكم إذا أنتم يعني حابين. ممكن يختلف محتوى المحاضرة حسب حاجتكم أنتم بالضبط، يعني إيش محتاجين. يعني مسجل هاي المحاضرة مشان علي امتحان بدي اروح ادرس له. طب أنت يا ريهام المفروض من الأول حضرت المحاضرة الأولى، هي مسجلة حتكون وحيتم رفعها، بس إذا ما لقيتش يعني طالبات أعطي فطبيعي مش حسجل ولا أرفع. خلص تمام. مش حنطول يا رهام، فقط ساعة حتكون و حاضر حاضر هيني باقي. تمام. احنا طيب نبدأ، بس بإمكانكم يا جماعة تستخدموا التشات بوكس إذا في عندكم أي استفسار قبل لا أبدأ بحيث إنه أعرف أنا أوجه. لو سمحت يا دكتور، تفضل يا شروق. الامتحان النصف في أول وحدتين فقط، الامتحان النصفي صحيح في أول وحدتين، هل قد الوحدة الأولى والثانية. الكويزات اللي كنت تعطينا الوحدة الأولى والثانية تاعت القواعد والريدنج لو ندرسهم حيجي منهم إشي في النصف يعني؟ طبعا طبعا في النصف وفي النهائي حيجي منهم، وبرضه المحاضرات حيجي منهم اللي احنا كنا ناخذها. اصلا انا يعني ححكي عن نظام الامتحان، يا ما راح تقلقيش اكيد حيجي منهم طبعا. يعني اللي بدرس تقلقيش؟ الكويزات واليوتيوب بيقدر يجيب انا علامة اقول لكم عالية إن شاء الله. او علامة كاملة كمان، بس سيبوكم انا مسامحكم في الكتاب زي ما حكيت، بس المحاضرات اليوتيوب وال تمام المحاضرات اللي بنزلها على المودل اقصد يعطيك الدكتور. والكويزات من الاشياء المهمه جدا عشان انت تجيبوا علامات يعني عاليه ان شاء الله وكامله. بالنسبه لنظام الاختبار ححكي عنه، وبالنسبه ل الله فيك بالنسبه ل محتوى الاختبار ححكي عنه،
في حاجة مهمة يا جماعة، اللي سجل في غزة بده، اللي سجل المساق لما سجلوا كان معروف إنه المساق خان يونس إلكتروني، فبالتالي بده يقدم في خان يونس للأسف، لأنه أنا الطالبات عندي فقط يمكن 5 اللي من غزة والباقي كله من خان يونس، فبدهم يضطر الثنتين يجوا على الاختبار. مين مسموح له يتغيب عن الاختبار؟ فقط الأشخاص أصحاب الأعذار القاهرة، اللي هو واحد عنده تعارض في نفس موعد الاختبار، بإمكانه يتغيب عن أي اختبار هو شيء حابب يتغيب عنه، هذا فيش فيها مشكلة. هذا واحد، لكن بعد ما يتغيب عن الاختبار حيكون لازم قدم الاختبار الثاني، فلما يكون قدم الاختبار الثاني بده يجيب لي اثبات انه قدم الاختبار، وبده يجيب لي اثبات انه عنده تعارض اصلا، اللي هو كشف درجات او كشف او اللي هو جدول الاختبارات حيكون ظاهر فيه اسمك، طبعا جيبين على صفحتك، لو سكرين شوت عملتي له وبعتي لي اياها التليجرام، لو عملتي لي اياها التليجرام بأقتنع إن شاء الله، وبكون دليل يعني إثبات. هذا واحد. اثنين، في أشخاص عندهم بيكون 4 اختبارات ولا 3 اختبارات في نفس اليوم، بإمكانه يتقدم لاختبارين ويتغيب عن اختبار من الاختبارات. في أشخاص ممكن يكون عندهم 3 اختبارات في اليوم الأول وثلاث أو اختبارين في اليوم الأول واختبارين في اليوم الثاني ورا بعض، برضه ممكن يعتذر عن واحد منهم، بس بده يجيب لي إثبات برضه لكل شيء. طبعا بعد الاختبار الكلام هذا بتم، بجيب لي الإثبات، يعني بعد الاختبار مباشرة بقدم الاختبار تبع المساق اللي فيه تعارض، وبعدين بجيب لي الإثبات، لأنه بعد المحاضرة بشكل سريع إن شاء الله بعد أسبوع الاختبارات حنقدم اختبار الإعادة لبعض الطلاب، أو مش الإعادة، اختبار التعويض هنسميه، أو مش عارف كيف أسميه لكم إياه، المهم حيقدموا اختبار، حأحصل أسماء بشكل دكتور عام لو سمحت، وأعطيهم اختبار. أتفضل يا شروق. هل قد أنا علي امتحانين؟ يوم امتحان الهدوي امتحان إلكتروني، أنا بعرفش الإلكتروني وين حيتقدم، في الجامعة ولا في البيت ما بعرف، من 8:30 لـ9:30، والهدوي من 10 للـ11، فأنا معقول الإلكتروني يكون في الجامعة؟ مين اللي قال لك الكتروني؟ مين الالكتروني؟ مساق مبادئ السلامة نزل معي إلكتروني الاختبار. الاختبار الكتروني مبادئ اكيد في السلامة الجامعة، والأمان. بدك تتواصل مع دكتورك، انا ما بعرف، بس غالبا في الجامعة، لانه انا بعرف كل اختبارات وجهية اصلا في الالكتروني، ما بعرف، انا اسأل يعني دكتورك قصدي يعني هو عشان اللي ما حيفيد. كنا، شروق اسأل دكتورك هو اللي حيفيدك. بالنسبة يا ولاء، الأسئلة على الوحدتين الأولى الأسئلة على الوحدتين الأولى والثانية، على أساس مراجعة للنصفي مش للوحدة الثالثة، لا المراجعة فقط للنصفي، محاضرة اليوم مراجعة للنصفي. طيب، خليني أحكي على نمط الاختبار. بالنسبة للاختبار إن شاء الله حيكون نمطك التالي: أول حاجة حيكون في عندكم قطعة عليها 7 درجات، ال7 درجات هدول أو ال7 أسئلة، هم 7 أسئلة، 7 درجات ب7 أسئلة، عليهم كل سؤال عليه علامة، طبعا إيش اختر. طيب إحنا دكتور اللي أخذناه كان شو اسمه، صح وخطأ، أغلب اللي أخذناه صحيح، الصح والخطأ أنا حولته إنه صار اختر، فاهمين علي؟ هذا واحد. كمان إذا ذاكرين كنا ناخذ بعض الكلمات ونقول لكم وصلوهم بمعانيهم من القطعة الأولى، وكلمات وصلوهم بمعانيهم من القطعة الثانية، فأنا برضو جايب أسئلة بنفس الآلية إنه وصل. طبعا أنت بدك أنت حتختاري المعنى المناسب للكلمة، للمعنى، فهذا يعني سؤال الريدنج. بالنسبة للجرامر، في عليه بشكل عام عليه 7 علامات، تمام؟ أول 5 علامات اختر
طيب كيف جايبه؟ جايب 10 أسئلة اختر، كل سؤال حيكون عليه نص علامة. العشر أسئلة هاي بسيطة جدا، من اللي درسناه حتحتوي على present simple present continuous، حتحتوي على passive present simple present continuous، المحاور اللي احنا state of verbs، المحاور اللي درسناها. وحيجي عندكم أكمل 4 أسئلة عليهم علامتين، يعني كل سؤال بنص. طيب ايش الاكمل؟ حيكون الحين حناخذ امثله كيف نمط يكون الاسئله هاي، يعني اكمل في بين قوسين فعل استخدمه في الزمن الصحيح، سواء كان present simple او present perfect، سوري present simple او present continuous او active and passive، هل هو مبني للمجهول او مبني للمعلوم. آخر يعني سياق أو آخر سؤال هو الفوكاب، الكلمات عليه 6 علامات. طيب كيف هذا السؤال جاي؟ ذاكرين كلمة أجي أخذناها في المحاضرات، اللي كان يتبع معايا في المحاضرات فأخذ عنده كلمة أجي. الآن هاي الكلمة قلنا إحنا في إلها عدة، خلينا نقول عدة أقسام في الكلام، يعني عدة تصنيفات part of speech، يعني ممكن تيجي كناو نخمن المعنى حسب الجملة. ممتازة يا ولا، نخمن المعنى حسب الجملة. تمام، في عندك برضو بدك تحددي، يعني جايب لكم أول 6 أسئلة، اسم هل هي ولا فعل ولا صفة ولا adverb ولا، يعني بدكم تحددوا يا noun يا verb يا adjective يا adverb يا preposition، حسب طبعا حسب السياق اللي أخذناه. طبعا مش نفس اللي أخذناه لكن بنفس الشاكلة بنفس الآلية. كيف إحنا قلنا بنعرف هذه اسم؟ بيكون والله قبلها an أو a، هذه عرفت إنها اسم. ففي عندنا أدلة، هذه جايب عليها 6 نقاط عليهم 3 علامات، يعني كل نقطة بنصف درجة. الجزء الثاني برضو على نفس الكلمة أجي، قايل لكم خمنوا المعنى حسب الجملة، 6 نقاط عليها 3 علامات. وبهيك هاي اختبار بسيط جدا، 7 و7 الأولى و7 الثانية هاي 14 مع 6 هاي 20 درجة. كتير أنا قلت لكم حنركز على حنركز على اللهم صل عليك يا نبي، على حيجي يعني جزء من الاختبارات، حيجي جزء من الأسئلة والمحاضرات اللي احنا اللي أنا بشرحها وبقدم لكم إياها. تمام، أنا بهيك حكيت عن الاختبار، إذا في حدا الآن عنده أي استفسار يسألني إياه تاني، مسموح لكم تحكوا يا جماعة، يا إما تشات بوكس يا إما تحكوا بإمكانكم من غير ما ترفعوا إيديكم. يا دكتور تعطي هذه مرة ثانية. تفضل يا شارو، ايش اسوي؟ ممكن تشرح لنا هذه الفوكاب بتاعت أجي اللي تو حكيت عنها، ممكن تعيد مانو الشرح ثاني يعني بالنسبة نفس، لسياق السؤال لا هو اعيد شرح السؤال، لو رجعت للمحاضرة حتعيدي بعيد شرح السؤال نفسه، ارجع للمحاضرة اللي كان فيها تمام اول 4 محاضرات يا شروط، لانه هو تمام سؤال فوكابس فيش فيه شرح اشرحه ثاني، يعني فاهم علي كيف؟ او معلش خليني انا، المشكلة مثلا هو ريدنج، خليني انا بتذاكر في اي وحدة هو كان، اذا في حدا ذاكر فيكم لو يذكرني. قصدي انه اجي بتتغير بضيف لها اشي يعني للكلمة ولا كيف؟ غير، لا الحين بس اصبري معي، بس انا بدي ادور على ال، في الوحدة الأولى اليوم شفتها لما رجعت، الوحدة الأولى تمام. موجود. طب تمام، ركزي معي الان، انا هعرض لكم الباوربوينت تبع، خلينا نوقف هذا ونعرض شيء ثاني، او ويندو باوربوينت الان.
أخذنا إحنا الـ part of a speech، في عندنا nouns, pronouns, verbs, نعم. adverbs, adjectives, conjunctions, prepositions, interjections، حكينا عنهم. الآن في الـ vocabulary أخذنا الـ meaning. قلنا I always have an Aggie for lunch، هاي جملة. هل أجي هنا كلمة؟ قلنا لا مش كلمة. طب هل هي اسم، فعل، صفة؟ قلنا هذه اسم لأنه سبقت بإيش؟ بآن. هل كيف عرفنا؟ عشان سبقت بآن قلنا. طيب is it countable or uncountable؟ هل هي معدود ولا غير معدود؟ قلنا هي معدود لأنه في قبلها آن. طيب إيش ممكن يكون معناها؟ something to eat، شيء بيتاكل صح؟ popular type of food، يعني محتمل أن يكون طعام. الآن جينا قلنا هاي عندكم is agi used as a verb, an adjective, a noun or an adverb. هاي هيك، هل agi في الجمل اللي هنا مستخدمة كفعل ولا صفة ولا اسم ولا حال؟ هاي عندي أربع جمل. أوكي سوري. عندي very old and ugly، هنا أجت صفة عشان هاي old صفة و ugly هنا حتكون صفة. طيب I'll ugly عشان هنا I will، ugly صارت هنا فعل. In uggies the poor people lived crowded together in uggies in the old، هنا أجت اسم لأنها جمع. They can't afford to buy meat and fish. They live very ugly. ly يبقى هذه ايش؟ حال. وبنفس الآلية صحيح. قلنا بعدين يا تمام، قلنا نستخدم الكلمات هاي ون نغيرها، يعني فروقلي حال بحطها بدل ugly، slums اسم بحطها بدل ugly، frail صفة بحطها بدل ugly هنا، church فعل بحطها بدل اجي هنا. الامر بسيط يعني، مش صعب، مش صعب كتير. تمام بهيك احنا بنكون حكينا عن كلمة اجي. في اسئلة تانية ولا يعني انا زي هيك اراجع نظام السؤال، نظام يعني السؤال زي حاجة بنفس الالية، بنفس الالية اللي انا حكيتها تو. اول شيء بدي منك تطلعي لي هل هي adverb ولا verb ولا ولا adjective نون ولا ولا noun، بعدين نعم. تبدلي معانيهم. يعني مثلا ممكن ugly تيجي بمعنى beautiful، فبدك تحط beautiful مكان ugly. تمام تمام الأمر كمان مرة بسيط جدا يا جماعة، الأمر بسيط جدا. طيب معدودة وجبة الوحدة الأولى صفحة 12 من الكتاب. تمام في حد الآن عنده سؤال ولا أبدأ أنا أراجع بشكل عام؟ في حاجة طب بدكم إياني أراجعها، في حاجة بدكم إياني أراجعها شروق، معلش اطفي المايك. في حاجة بدكم إياني أراجعها بشكل مخصص؟ طب انتم موجودين معايا ولا كيف الوضع؟ طيب يا جماعة إذا في حاجة مخصصة بدكم إياني أشرحها أو القواعد يا ريت. حاضر يا مرح. أي قواعد؟ ما هو بالضبط ولا كل القواعد؟ هو كل القواعد كتير يعني، كل القواعد إيش كان أسوي أنا قبل يعني ما كنتش أشرح إلا ما يكون في حاجة محددة بدنا إحنا نركز عليها. على الأغلب لا، كله موجود في المحاضرات. ما أنا هاي اللي بقوله الباست بيرفكت يا مرح، احنا الباست بيرفكت والوحدة الثالثة، احنا قاعدين بنحكي عن الوحدة الأولى والثانية. تمام الباست بيرفكت في الوحدة الثالثة. أعطينا أسئلة منها بنراجع. حاضر يا ريهام، الحين حناخد أسئلة ونقعد نراجع، بس قبل يعني مو بالامتحان. طب ما احنا حكينا يا مرح والله إنه الوحدة الأولى والثانية فقط في الامتحان.
آه يا جماعة، طيب خلينا ناخذ أسئلة، بس قبل لا ناخذ أسئلة بدنا نراجع بشكل سريع اللي أخذنا بشكل سريع جدا إن شاء الله. في الوحدة الأولى حكينا عن عدة نقاط. النقطة الأولى كانت هي عن التنسيز الأزمنة، حكينا عن الأفعال، حكينا عن الأفعال المساعدة والأزمنة، حكينا عن الأفعال المساعدة والنفي، حكينا عن الأفعال المساعدة والأسئلة، حكينا عن الأفعال المساعدة والإجابات القصيرة. طيب في التنسز في الأزمنة حكينا عن present simple، المضارع البسيط والمضارع المستمر، حكينا عن الماضي البسيط، حكينا عن الماضي المستمر، حكينا عن the present perfect، لكن ما ركزناش غير على ال present simple present continuous وال past simple past continuous. حتى لا، بس ركزنا على ال present simple present continuous في أول وحدتين، وحكينا عن الأفعال وأنواعهم، وقلنا الأفعال في auxiliary verbs أفعال مساعدة، modal auxiliary verbs أفعال مساعدة ناقصة، وقلنا عن الفول فيربس أفعال ممكن تكون إلها معنى بحد ذاتها في الجملة وممكن تكون كفعل رئيسي. قلنا الأفعال المساعدة هي زي دو ومكنوناتها أو أولادها، وبي وبناتها، هي دو يعني هدول أولادها، وبي هدول بناتها، وفي عندنا هاف برضو وبناتها. طبعا سواء نفي أو مثبت، ماضي أو حاضر. حكينا عن هدول الأفعال ممكن يكون لهم معنى بحد ذاتهم كأفعال رئيسية، بس معنى مختلف، يعني زي لما أقول I do my washing on Saturdays، إن أنا بغسل في أيام السبت، صار هنا معناتها مرتبط بكلمة washing، هنا do أو does مرتبط ب-business. تمام. في عندي we are in a class at the moment، are كمان بنفس الآلية، صار معناتها نكون، يعني هي في الأصل العربي نحن نكون في حصة في اللحظة الحالية يعني، أو في هذه اللحظة، بس في العربي طبعا نكون هذا بنحذفها لأنه ما إلها لزوم، لكن في الإنجليش ما بيزبط. have بمعنى he has a lot of problems، لديه العديد من المشاكل. هنا has برضو فعل رئيسي بمعنى لديه، أو يعني يعني لديه أو يعاني أو زي كده. modal auxiliary verbs هي الأفعال الناقصة زي must، وهذه ما أخذنا تفاصيل كثير فيها، لكن المعلومة المهمة إنه إحنا هذولا ما إلهم معاني، ولكن سوري هدول الأفعال بحد ذاتهم يعني، أو مع الأفعال اللي بنحطها وراها بيعطي معنى خاص فيها، تتغير بحل الفعل، بيتغير باصطحاب هذه الكلمات. ما ركزت عليهم كتير لأنهم يعني لسه مش وقتهم الآن نركز عليهم، لكن الحاجة الوحيدة اللي بدنا نعرفها إنه بعديهم بيجي الفعل الأساسي أو المصدر زي ما أنتم بتعرفوا. الأفعال الكاملة زي هاي الأفعال وبتتغير حسب الزمان تبعها. طيب حكينا عن هاف، وقلنا هاف إلها شكلين لكن بنفس المعنى، والبريزنت هو هاف هيك جاية كفعل، وهاف جوت هنا جاية كهيلبينج فيرب، وجوت التصريف الثالث. I have a job يعني أنا عندي وظيفة، I have got a job برضو عنده وظيفة بنفس المعنى. الأوكزيلري فيربس أند تنسز، الأفعال المساعدة والأزمنة. في عندي حكينا عن الأشياء هاي، ما بدي أخوض فيها أكثر لأنه بسيطة وسهلة. الآن بدي أنتقل وأحكي عن الجزئية الثانية في الوحدة الثانية، واللي هي طيب حاضر، يعني أعطينا أسئلة دكتور فقرات الكتاب، الأسئلة أعطيتنا إياها حضرتهم مع نفس النمط.
يا إسلام، بالنسبة للفقرات حكيت اللي أخذناه في المحاضرات بنفس النمط. الرهام لا، بالنسبة للكلمات في النص في لا تركز عليهم، لكن في النهاية ركز عليهم. يعني حاضر، الحين حنبدأ في الأسئلة ما دام هيك. ما أنا بدي أراجع عشان لو في حدا عنده مشكلة، بس خلص إحنا آسفين يا عمي. هاي بدنا نراجع من السؤال هذا. نيجي يا جماعة على واضح عندكم؟ تمام. يعني ممكن من الأسئلة اللي أنا أكون جايب منها، مثلا لو جينا أخذنا هدول الأربع أسئلة. تمام يا جماعة، الآن بدي منكم بالنسبة للكلمات يا جماعة تدرسوهم، مش الآن خلص عشان أنا ما ضلنيش أحكي. لا تدرسوهم الآن الكلمات، خليهم للنهاية، النهائي اللي حيحتاج منكم. هنا مش جايب، مش ضاغط عليكم كثير الآن، بس بدي منكم مشاركة بالنسبة لحل الأسئلة هاي اللي أنا علمت عليها. تحلوا معاي يعني. Now بتدل على الـ present continuous، والآن في عندي I am understanding أو understand what you mean. إيش بدي أختار من هدول الكلمتين؟ حدا يجاوبني من غير ما ترفع إيديكم، يعني واحد واحد جاوبوا. يلا ريهام. I يعني understand. واحد واحد جاوبوا. طب يلا ليش ريهام. مش I am understanding؟ لأنه في عندي now أنا الآن. لأنه understand the state of verbs. Very well done. So عشان كده بقول now I understand what you mean. I Yes. understand what you mean. Very well done. So الأمر بسيط، state of verb ما بياخد ing، انتهى الموضوع. لكن في number 7 she is having well has a new personal assistant. حدا، أي حدا ممكن يجاوب؟ She's having. مين اللي حكت هنا بس she is having؟ آه Has a new personal assistant. ايوه هاز. ليش هاز؟ طيب ايش معنى هاز هنا يا جماعة؟ معنى لديه. لديه بالضبط، فما بنفع استخدم هافينج. هافينج قلنا لما يكون معنى غير يمتلك، كلمة يمتلك او يعني لديه لديه مساعد شخصية جديد. بالضبط ما بيزبط. ايوه ملكية، فما بنفع يا ولا استخدم مع الملكية اي ان جي. تمام ممتاز. طب نيجي هنا اخترنا has 8. he is needing ولا needs a different career؟ بنفس الآلية needs needs. ليش؟ لأنه ما في عندنا state فعل، of verbs ما needs. في عندنا فعل حركة، إنما هو فعل إيش؟ stated لا verb. توقع. تمام. يعني الأمر يا جماعة زي ما أنتم شايفين بسيط جدا، بس بده يكون في عنا راحة في الحل. I am having بكل بساطة، لأنه هنا have بمعنى إيش؟ بمعنى I'm having a terrible day، يعني أنا قضيت مثلا، أو أنا أقضي يوم يعني ماله فظيع. طيب هدول الأمر سهل. خلينا ننتقل مثلا لو أخذنا لنا جزء من الأسئلة هاي، لو حلينا هدول الأسئلة بحيث إنه نستفيد منهم. Number 4. Almost every UK family is owning ولا is owned ولا owns a color television set. الأمر هنا بدي أجي أدور على الفاعل UK family، العائلات أو عائلة بريطانية. الآن قبل أفكر في أي حاجة، كلمة own بتنفع تيجي في الـ ing؟ لا، لأنها معناتها يمتلك. أونس. ماشي، بس بتنفع تيجي في الـ ing زي كده؟ لا، لا لأنها معناتها يمتلك. الآن بدي أجي أفكر كمان لأنها لا تعطي مرة. عليها استمرارية. بالضبط، الآن بدي أفكر كمان مرة. ليش owns مش is owned؟ ليش مش passive يعني؟ ليش حطيتها active؟
لأن أنا عندي بكل بساطة العائلة مركزش البريطانية على هذا. بالضبط، مركزش على العائلة موجودة، وهي مبني للمجهول أساسا. التلفزيون هو إيش المفعول به. طيب عشان كده بتطلع الإجابة عندي هنا إيش، owns. طيب number five، the kids give ولا given ولا are given 10 pocket money. بكل بساطة بفكر فيها، given ما بتزبط. ليش يا جماعة؟ لأنه أنا عندي given في تصريف ثالث، والتصريف الثالث ما بيجي لحاله، لازم يكون يعني ما بيجي لحاله كفعل رئيسي، لازم يكون قبليه as ولا am ولا are ولا was ولا where زي كده، ولا has ولا have. طيب كمان الأطفال بالنسبة لمصروفهم، هل هم بيعطوا ولا بينعطوا؟ ينعطوا يبقى بزبطش active، يبقى هم مفعول به، يبقى the kids are given. لكن عجبني سؤال طالبة حكت لي، طب لو غيرنا وحطينا بدل الفعل give take، ايش بده يصير هنا الحل؟ هل هي take يصير هنا ولا الحل؟ are هل هي taken؟ تيك ولا ار تيكن؟ تيك لأنهم الفاعل، take لأنه هم الفاعل. تيك very well ma'am. لأنه لا هم ممتازة يا مرح، لأن هم الفاعل، هم الشخص أو هم الذين يأخذون يس. المصروف الجيبي أو مصروف الجيبة زي ما بنقول. تمام. يبقى شايفين كيف ممكن إحنا السؤال نفسه يتغير؟ فحل يعني لو حدا سألني كيف أنا ممكن أفرق بين المفعول، بين المبني للمجهول المبني للمعلوم، هو المعنى. يعني هنا المعنى هو اللي حيحدد لي كيف استخدم او ايش استخدم. نيجي لنمبر 6، مين معلش يقراها؟ انا زهقت انا بقرا، حدا يقرا عني. قراءتكم ممتازة. Professional footballers earning a lot of money these A days. professional footballers أقرأ a professional footballers earn are earned ولا are being earned a lot of money these days. الآن البروفيشنال فوتبولرز اللي هم اللاعبين الكرة المهنيين والمحترفين، هل هم بيدخروا ولا أصلا هي الفاعل موجود؟ فبقدرش استخدم الباسيف نهائي لانه الفاعل الاساسي موجود، فعشان كده الاجابه بتكون ان. عن اذنكم يا جماعه بس دقيقه وحرجع تاني، معلش دقيقه واحده. تعالي بنات نحل قبل ما يجي الدكتور. I am really nervous. I interview or am being interviewed or am interviewing at an traditional company. هتطلع I am interviewing لأنه أنا أجري مقابلة مع شركة دولية، صح؟ لا، لو بدنا نحطها مبني للمجهول، أنا يتم مقابلتي في شركة دولية. I am being interviewed. الخير الأخير. I am interviewing. لا، مش مبني للمجهول هذا، لأنه أنا متوتر لأنه أنا بأجري مقابلة دولية مع شركة دولية، فهتطلع I am interview آخر واحدة. I am interviewing.
مع مين تتناقش يا رهام؟ قاعد بحلها بالمتيس. مع مين تتناقش يا رهام؟ معي تمام. Very well done. I'm sorry. أعتذر إنه بس عشان طلعت. هو في عندي عادي. ظرف طارئ، بس حخلص محاضرتكم بعدين، يعني حلغي محاضرة الشباب. طيب. I'm really nervous. I interview. I'm being interviewed while I'm interviewing at an international company. I am interviewing. آخر واحدة. I am being interviewed. الخير الثاني. كلكم تجين. طب ليش؟ بدي توضيح. الخير الثاني. هاي أنا متوترة. أنا متوترة لأن أجري مقابلة مع شركة دولية. طيب يا جماعة، يعني يا ريت نطفي المايكات إلا لما بدنا نحكي فيها فقط. طيب أنا حفهمكم وحتفهموا إيش بنقصد. I'm really nervous. الآن لو أنا شخص بدي أقابل الناس، هل أنا حكون متوتر؟ بالعكس، حكون مبسوط. فبالتالي أنا مش الشخص اللي بدي أقابل، وإنما أنا الشخص المقابل، يعني أنا مفعول به. يبقى بكل بساطة طالما أنا I'm مفعول being به، interviewed. I am being interviewed. Very well done. طيب هذا واحد. اثنين، students are not telling ولا don't tell ولا not told their marks أو exam scores. يا جماعة العلامات تبعت المدرسة أو أنتم don't كطلاب tell. على بس لا اصبر علي، اصبر على رزقك عشان تستفيدي الآن. دكتور ليش السبعة أخذت I'm being interviewed؟ حكيت ايش اسمك معلش؟ ريهام. طيب يا ريهام، الآن بقول I am really nervous. مين اللي دائما أنا بيكون مين اللي بيكون متوتر، المقابل ولا المقابل؟ المقابل. لا، المقابل بيكون المقابل. المقابل الشخص اللي رايح على المقابلة وبده يتقدم لوظيفة، هو اللي بيكون متوتر. يبقى أنا شخص مفعول به، صح؟ ف I am being interviewed يعني أنا تتم مقابلتي الآن في شركة عالمية. طيب الآن students are not telling ولا do not tell ولا are not told. أنتوا كطلاب علاماتكم هل أنتوا اللي بتخبروها ولا بتم إخباركم فيها؟ بيتم إخباركم. يبقى students هنا مفعول بهم، فبصير مفعول به، فإيش بصير أقول؟ are not telling بتزبطش، don't tell بتزبطش، are not told يعني لا يتم إخبار الطلاب بعلاماتهم في نفس اليوم. ناخذ آخر جملة هنا. It's rude to ask someone how much they are paying ولا pay ولا are paid. بنحكي عن شخص، بيقول لك يعني من الوقاحة أن نسأل شخص قديش الشخص أو العامل، هل هو اللي بيدفع للشركة ولا الشركة اللي بتدفع له؟ هل هو اللي بيدفع للشركة ولا الشركة اللي بتدفع له؟ تمام، اطفوا المايكات بس. الدليل عندي كلمة باي، فبصير ار بايد. How much they are paid. خلينا احنا عشان ما نضيع وقت اكثر ننتقل لجزئية من الاسئلة هاي، واللي ممكن برضو تكون محط اختبار او محط سؤال. طيب اللهم صل على النبي. هنا السؤال ايش بقول لكم؟ complete the sentences with the active or passive form of the present simple and present continuous. يبقى بدي احط الجمل هاي في present simple او الـ present continuous، سواء active او passive. كيف ممكن احله؟ نيجي ناخذ اول مثال يا جماعه. هنا اول سؤال we have، صارت are having a meeting so can you bring او can you ring back later. انا لما اكون معاكم في محاضره ممكن حدا يرن على جوالي ارد عليه، فبقول له I'm having a meeting right now. يعني انا عندي ايش؟ عندي لقاء الآن، فأنا قاعد بحكي عن نفس اللحظة. ممكن ترن لي تاني هاي can you ring back later، أكدت لي أن أنا قاعد بحكي في نفس أو في منتصف الحدث، فعشان كده استخدمت ال continuous ال present continuous. طيب the average worker، العامل الطبيعي في بريطانيا، هل هو بيدفع ولا بيتم الدفع إله؟
يتم الدفع. يبقى بدي احكي عن passive، يبقى هذا مفعول به. طب الباسيف ايش بده؟ the average worker بده is لانه مفرد. طب pay ايش بده تصير؟ paid. تمام، فبتصير الاجابه is paid. ممتازين. تمام، نيجي على الجمله الثانيه. هاي برضو بدها شخص فاهم وواعي ايش بجاوب. تمام، يلا مين يفكر يجاوبها؟ بس واحده واحده. هو اول حاجه حنستخدم البريزنت كونتينيوس، هاي بدنا نفهمه لانه في عندي توداي. طيب الان هل بدي اقول، انا عشان اسهل عليكم، هل بدي اقول ار يو درايفنج ولا بدي اقول ار يو بينج دريفن؟ وليش؟ Are you being driven? Are you being driven to work today? طيب مين عنده إجابة تانية؟ Are you driving? لأنه Are you driving? طيب خلي بس Are you driving? طيب خلي بس يلا اللي حكت أول شيء Are you driving? Are you driving? لأنه هكون you هو الفاعل. انت بدك يعني بدك تقود للعمل اليوم. Could you give me a lift؟ لما يعني انه ممكن توصلني معك، فيكون انه يو هو الفاعل، فيكون are you driving. بالضبط، بس ممتازه. يبقى كيف احنا عرفنا من could you give me a lift؟ تمام، انا بحكي للشخص من مين ممكن انا اطلب انه يوصلني، يعطيني توصيله، يعمل يوصلني يعني، غير صاحب السياره. يبقى انا قاعد بحكي عن شخص صاحب السياره، يبقى أنا بحكي عن الفعل إنه موجود. يبقى بقول له Are you driving to work today؟ هل أنت رايح على شغلك بالسيارة اليوم؟ فالإجابة بتصير Are you driving to work today؟ طيب How much coffee drink؟ طبعاً نستخدم الفعل drink. She every day. Does she drink؟ أنا present simple. أها طيب، عشان ليش حطيناها present simple؟ لأنه قاعد في عندي every day. Very well done. But every day. طيب الآن number five. في عندي في number five. Sorry, you can't book the conference rooms as they modernized at the moment. The conference room. Present continuous. ماشي، هي present continuous عشان at the moment، بس هل active ولا passive؟ They're earning a lot of money these days. Professional footballers. أقرأ professional footballers earn are earned ولا are being earned a lot of money these days. الآن the professional footballers اللي هم اللاعبين الكرة المهنيين والمحترفين، هل هم بيدخروا ولا اصلا هي الفاعل موجود؟ فبقدرش استخدم الباسيف نهائي لانه الفاعل الاساسي موجود، فعشان كده الاجابه تكون ان. عن اذنكم يا جماعه بس دقيقه وحرجع تاني، معلش دقيقه واحده. تعالي يا بنات نحل قبل ما يجي الدكتور. I am really nervous. I interview or I'm being interviewed or I'm interviewing at a traditional company. هاد
تطلع I am interviewing، لأنه أنا أجري مقابلة مع شركة دولية، صح؟ لا، لو بدنا نحطها مبني للمجهول، أنا يتم مقابلتي في شركة دولية. I am being interviewed. الخير الأخير. I am interviewing. لا، مش مبني للمجهول هذا، لأنه أنا متوتر، لأنه أنا بأجري مقابلة دولية مع شركة دولية، فهتطلع I am interview، آخر واحدة I am interviewing. مع مين تتناقش يا رهام؟ قاعدة بحل على المتيجة. معي معي. تمام. Very well done. I'm sorry. أعتذر إنه بس عشان طلعت. هو في عندي عادي. ظرف طارئ، بس هخلص محاضرتكم بعدين، يعني حلغي محاضرة الشباب. طيب. I'm really nervous. I interview. I'm being interviewed while I'm interviewing at an international company. I am interviewing. آخر واحدة. I am being interviewed. الخير الثاني. كلكم تجين. طب ليش؟ بدي توضيح. الخير الثاني. هاي أنا متوترة. أنا متوترة لأن أجري مقابلة مع شركة دولية. أنا متوترة. طيب يا جماعة، يعني يا ريت نطفي المايكات إلا لما بدنا نحكي فيها فقط. طيب أنا حفهمكم وحتفهموا إيش بنقصد. I'm really nervous. الآن لو أنا شخص بدي أقابل الناس، هل أنا حكون متوتر؟ بالعكس، حكون مبسوط. فبالتالي أنا مش الشخص اللي بدي أقابل، وإنما أنا الشخص المقابل، يعني أنا مفعول به. يبقى بكل بساطة، طالما أنا I'm مفعول being به، interviewed. I am being interviewed. Very well done. طيب هذا واحد. اثنين، students are not telling ولا don't tell ولا not told their marks أو exam scores. يا جماعة، العلامات تبعات المدرسة أو أنتوا كطلاب، على بس لا، اصبر علي، اصبر على رزقك عشان تستفيدي الآن. دكتور، ليش السبعة أخذت I'm being interviewed؟ حكيت إيش اسمك؟ معلش. ريهام. طيب يا ريهام، الآن بقول I am really nervous. مين اللي دائما أنا بيكون حبيت. مين اللي بيكون متوتر، المقابل ولا المقابل؟ المقابل. لا، المقابل بيكون المقابل مبسوط. المقابل، الشخص اللي رايح على المقابلة وبده يتقدم لوظيفة، هو اللي بيكون متوتر. يبقى أنا شخص مفعول به، صح؟ فأي أم بينج انترفيود، يعني أنا تتم مقابلتي الآن في شركة عالمية. طيب الآن students are not telling ولا do not tell ولا are not told. أنتوا كطلاب علاماتكم، هل أنتوا اللي بتخبروها ولا بتم إخباركم فيها؟ بتم إخباركم. يبقى students أنا مفعول بهم، فبصير مفعول به، فإيش بصير أقول؟ are not telling بتزبطش، don't tell بتزبطش، are not told يعني لا يتم إخبار الطلاب بعلاماتهم في نفس اليوم. ناخذ آخر جملة هنا. It's rude to ask someone how much they are paying ولا pay ولا are paid. بنحكي عن شخص، بيقول لك يعني من الوقاحة أن نسأل شخص قديش العمال، الشخص أو العامل، هل هو اللي بيدفع للشركة ولا الشركة اللي بتدفع له؟ هل هو اللي بيدفع للشركة ولا الشركة اللي بتدفع له؟ تمام، اطفي المايكات. بس الدليل عندي كلمة باي، فبصير ار بايد. هاو ماتش ذي ار بايد. خلينا احنا عشان ما نضيع وقت اكثر ننتقل لجزئية من الاسئلة هاي، واللي ممكن برضو تكون محط اختبار او محط سؤال. طيب اللهم صل على النبي. هنا السؤال ايش بقول لكم؟ complete the sentences with the active or passive form of the present simple and present continuous. يبقى بدي احط الجمل هاي في ال present simple او ال present continuous، سواء active او passive. كيف ممكن احله؟ نيجي ناخذ اول مثال يا جماعه. هنا اول سؤال، we have، صارت are having a meeting، so can you bring or can you ring back later. أنا لما أكون معاكم في محاضرة، ممكن حدا يرن على جوالي أرد عليه، فبقول له
I'm having a meeting right now. يعني أنا عندي إيش؟ عندي لقاء الآن. فأنا قاعد بحكي عن نفس اللحظة. ممكن ترن لي تاني. Hi, can you ring back later? أكدت لي إن أنا قاعد بحكي في نفس أو في منتصف الحدث. فعشان كده استخدمت ال continuous, the present continuous. طيب the average worker, العامل الطبيعي في بريطانيا, هل هو بيدفع ولا بيتم الدفع إله؟ يتم الدفع. يبقى بدي احكي عن passive, يبقى هذا مفعول به. طب الباسيف ايش بده؟ the average worker بده is لأنه مفرد. طب pay ايش بده تصير؟ paid. تمام, فبتصير الإجابة is paid. ممتازين. تمام, نيجي على الجملة الثانية. هاي برضو بدها شخص فاهم وواعي ايش بجاوب. تمام, يلا مين يفكر يجاوبها؟ بس واحدة واحدة. هو أول حاجة حنستخدم الـ present continuous. هاي بدنا نفهمه لأنه في عندي today. طيب الآن هل بدي أقول, أنا عشان أسهل عليكم, هل بدي أقول are you driving ولا بدي أقول are you being driven وليش؟ Are you being driven? Are you being driven to work today? طيب مين عنده إجابة تانية؟ Are you driving? لأنه Are you driving? طيب خلي بس Are you driving? يلا اللي حكت أول شيء Are you driving? Are you driving? لأنه هكون you هو الفاعل. انت بدك يعني بدك تقود للعمل اليوم. Could you give me a lift؟ لما يعني انه ممكن توصلني معك, فيكون انه يو هو الفاعل, فيكون are you driving. بالضبط, بس ممتازة. يبقى كيف احنا عرفنا من could you give me a lift؟ تمام, انا بحكي للشخص من مين ممكن انا اطلب انه يوصلني, يعطيني توصيلة, يعمل يوصلني يعني, غير صاحب السيارة. يبقى انا قاعد بحكي عن شخص صاحب السيارة, يبقى أنا بحكي عن الفاعل إنه موجود. يبقى بقول له Are you driving to work today؟ هل أنت رايح على شغلك بالسيارة اليوم؟ فالإجابة بتصير Are you driving to work today؟ طيب How much coffee drink؟ طبعاً نستخدم الفعل drink. She every Does she drink؟ أنا present simple. أها, طيب عشان ليش حطيناها present simple؟ لأنه قاعد في عندي Every day. Very well done. But every day. طيب الآن number five. في عندي في number five. Sorry, you can't book the conference rooms as they modernized at the moment. الconference room. Present continuous. ماشي, هي present continuous عشان at the moment, بس هل active ولا passive؟ الحين ال conference rooms مفعول به وبعدين استخدمت المفعول به هنا كفاعل. يبقى أنا قاعد بحكي عن إيش؟ passive. يبقى إيش بدها تصير الجملة؟ are being modernized, يعني بتم عمل تحديث إلها في هذه اللحظة. زي ما قلت لكم الأمر بسيط جدا وسهل. نيجي عن هاي الجملة, نأخذها ونحكي عنها. The UK financial year start in April. الآن هاي واضحة الجملة, بنحكي قاعدين عن حقيقة. بتبدأ السنة المالية في بريطانيا في شهر ابريل. يبقى طالما حقيقة قاعد بحكي بس اغن present simple. طب ايش present simple اللي نستخدمه هنا؟ active طبعا, بس ايش بدها تصير هنا؟ starts. طيب اخر جملة هنا carry and I meet
at the club for a game of golf every Saturday. برضو عندي هنا every Saturday. يبقى بحكي عن business symbol. يبقى زي ما هي بدي احطها ايش؟ meet. ميت. بهيك انا بكون يعني اوجزت لكم ان شاء الله بكل شيء ممكن انتم تحتاجوه. ان شاء الله يعني اتمنى من ربنا يوفقكم في اختباراتكم الجاية كلها. اختباركم حيكون كمان مرة بسيط. انا بدي اعطيكم نصيحة بشكل عام لكل الاختبارات، صدقوني فقط خليكم مرتاحين في الاختبار، خذوا وقتكم، تستعجلوش، اقرأوا الأسئلة وافهموها كويس، حل من الأسهل للأصعب. وهذه الاختبارات اللي دايما بيحكوا أو التعليمات اللي بيحكوا لنا إياها. أذكر في رحلة الماجستير تبعتي يعني كان في عندي اختبار، والله مسكت الورقة ما قدرت أحل فيها ولا سؤال. كان اختبار عندي مدته ساعتين. بكل بساطة ريحت حالي وحطيت حالي أرتاح مدة 10 دقائق، وأخذت نفس عميق وبكل أريحية. بعد ال10 دقائق حليت الاختبار وكل شيء حليته، رغم إني في الأول بكل معنى الكلمة والله ما كنت ذاكر ولا شيء في الاختبار، وحسيت حالي وأنا إني كان دارس قبل كده المساق. فهذه نصيحة لكم في اختباراتكم اللي جاية، لازم تكونوا مرتاحين قبل الاختبار وأثناء الاختبار، ما تتوتروا نهائي، لأن التوتر ممكن يضيع عليكم معلومات كتير. الاختبار سهل، ادرسوا المحاضرات، ادرسوا كل اللي بحكي عنه في المحاضرات الأسئلة اللي تو رجعناها واللي قبل كده حكينا عنها، وحتلاقوا إن شاء الله الاختبار بسيط في متناول أيدي وتجيبوا علامات عالية بإذن الله. إيه لو في حدا عنده أي سؤال حابب يسأل، أنا جاهز إن شاء الله. كمان مرة هعمل محاضرة، إذا بدكم وإذا حابين اتواصلوا معايا واحكوا لي الكلام هذا، ممكن أعمل لكم محاضرة قبل الاختبار بيوم، ممكن نناقش فيها بعض النقاط. لو في عندكم أي استفسار أو سؤال ممكن تسألوني إياه، طبعا إذا أنتم حابين. تمام، إذا حابين ممكن أعمل لقاء يوم الأربع. أنتم اختباركم الخميس حيكون 18، ممكن الأربع نعمل اختبار المساء، ما فيش عندي مشكلة، أنا جاهز. بهيك أنا بكون خلصت. إذا حب حدا حابب يحكي إشي أو يسأل إشي، أنا جاهز. زي هالوقت على 6 تقريبا بيكون، بنعمل لقاء على 6 وبسمح لكم تفوتوا عليه ان شاء الله. تمام ان شاء الله يا جماعة. في حدا عنده اي سؤال استفسار؟ لا اكتبوا لي في الشات بوكس. لا تفضلي يا نور، تفضلي. خلي الأسئلة اللي حكيتهم قبل شوية على الموديل ولا بنفعش؟ مش انت حضرت المحاضرة ولا لا؟ حضرتها بس يعني عشان ما لحقتش اكتب كل الأسئلة. حاضر، انا حرفعهم بس مش اليوم، لانه انا الان طرأ عندي ظرف طارئ فحضطر يعني اغادر عشان كده. تمام، شكرا. خلاص تمام، ما فيش مشكلة، ان شاء الله حرفعهم على اليوتيوب واحطهم على المودل باذن الله. شكرا. العفو. في حدا تاني عنده اي استفسار؟ إذا ما في يا جماعة اكتبوا لي في الشات بوكس إنه لا، عشان أنهي الدكتورة. نموذج امتحان لا ما راح أنزل، حكيت على الامتحان يا إسلام. ما فيش نموذج امتحان يعني أنزله، بسيط بسيط من الأسئلة اللي أخذناها. يعني أنا هنا بريحك وبقول لك من نفس نمط الأسئلة اللي أخذناها، ما ضلش بعد هيك كلام. يعطيك العافية. الله يعافيك يا ولاء، يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. تمام هيك خلاص. تمام، يعطيكم العافية جميعا وبالتوفيق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.